هاي، بعض العادات الصحية المعروفة يلي لازم تكون جزء من روتين الشخص اليومي تقدر تطول عمره، بس في عادات غير مألوفة كمان بتطول العمر. أظهرت دراسة أجراها عدد من الباحثين بكلية جولدسميث بجامعة لندن إنه حضور الحفلات الموسيقية بشكل منتظم ممكن يساعد بإطالة العمر الافتراضي للشخص. وأجرى الباحثين اختبارات على مجموعة من الأشخاص، ضمنت اختبارات نفسية واختبارات تانية قاسوا فيها معدل ضربات القلب خلال حضورهم لحفل موسيقي، وكرروا ذات الاختبارات على أشخاص تانيين خلال ممارستهم يوغا أو رياضة المشي. مين قال إنه الأشخاص اللي حضروا الحفل حققوا زيادة بنسبة 25% بمشاعر الرفاهية وتقدير الذات والثقة بالنفس والقرب من الآخرين، وزيادة بنسبة 75% بالقدرة على التحفيز الذهني؟ أنا قال شوفكم بكره.